أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الفروق التي ذكرها المؤلف رحمه الله بين الوصية والعطية خاصة بعطية المريض المخوف أم المقصود؟ لا، عموم هذا عموم، فرق الفروق بين العطية والوصية هذا عموم. نعم، وهو موجود في متن الزاد وشرح الزاد وكتب الفقه موجود هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.